نروح لتقرير، هنشوف أمنية طاهر عاملة لنا وصفة إزاي نعمل نعالج الشعر المجعد بطريقة طبيعية للناس اللي بتحب الوصفات الطبيعية. بعد الفاصل إيناس ودالة هيبقوا معاكم. جايبة لكم من إفريقيا وصفة لفرد الشعر وعلاج التمويجة بزبدة الشاي. انتشرت الفترة الأخيرة وصفات كتير جدا على السوشيال ميديا بتقولك افردي شعرك، وغالبا بتكون بمواد كيماوية، بس دايما الحل الأمثل والأفضل بالنسبة لنا بتكون في الحاجات الطبيعية، لأنك مش بس هتفردي شعرك، لأ انت كمان هتعالجيه وهتغذيه. هنعمل النهارده مع بعض وصفة قوية جدا جدا لفرد الشعر وعلاج التمويج. طبعا بتفرق من شعر لشعر، لكن هي نتيجتها مبهرة جدا. هنستخدم فيها ايه؟ زبدة شيا، زيت سمسم، وزيت جوجوبا، لبن جوز هند، وكمان عسل. المكونات دي فيها فيتامين عالي جدا، معادن، ونسبة بروتين عالية جدا، هتساعد على فرد الشعر بشكل طبيعي. هنخلط المكونات كويس جدا لحد ما يكون عندي شكل كريمي بالشكل ده. هبتدي احط الخليط على شعري من اول الجذور لحد الاطراف، وبمشط صغير ابتدي اسرح شعري كتير جدا جدا وافرد التمويجه اللي موجوده فيه. بسيبها حوالي من 4 ساعات ل6 ساعات، وقبل ما اغسلها برجع تاني بالمشط واسرح كويس جدا جدا وافرد الشعر، وبعد كده بغسلها كويس بالشامبو والبلسم. بعد ما تغسلي شعرك وينشف شويه هتبتدي تسرحيه كويس جدا، هتبتدي تلاقي نتيجه حلوه جدا جدا من اول مره. طبعا البنات اللي شعرها مجعد قوي هتبتدي تعملها كذا مرة علشان تلاقي نتيجة حلو، لكن البنات اللي فيها ويفي شوية أو تمويجة خفيفة هتلاقي نتيجة تحفة من أول مرة. بعد ما تغسلي شعرك هتسيبيه ينشف شوية وبعدين تبتدي تسرحي فيه كويس جدا. الوصفة دي حلوة جدا جدا لو عندك أطفال صغيرين ونفسك تفرد لهم شعرهم أو يكون شعرهم حلو. الوصفة دي هنعملها مرة كل شهر لو شعرك كويس، أو لو شعرك بايظ هتحتاجي إنك تعمليها مرة كل أسبوعين. لو عندكم اي سؤال ابعتولنا على بيج اورا ناتشرال سيكريتس، او كلمونا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه وانا هرد عليها بنفسي. وكمان جربوا الوصفه وابعتوا قولوا لي رايكم.